مرحبا بكم جميعا في اتجاهات الصحافة، ونقرأ في عناوين حلقة اليوم: أوجه الدعم الدولي لحكومة الوفاق وخفاياه، أبعاد المقاربة الدولية لتطويق الوضع الأمني، أثار مشروع توحيد المؤسستين النفطيتين على نسق الإنتاج. نناقش مشاهدين هذه الموضوعات مع ضيفنا عبر سكايب من اسطنبول، مدير مركز بيان للدراسات نزار كريكش. أهلا وسهلا بك سيد كريكش. يقدر بعض المتابعين للشأن الليبي أن أوجه الدعم الدولي لحكومة الوفاق تتراوح بين الدعم السياسي واللوجستي، ولعل أبرز أوجه ذلك الدعم استعداد الدول الكبرى تسليحها لمواجهة ما يعرف بتنظيم الدولة، وهو قرار أيدته الرئاسة الدورية للاتحاد الأفريقي التي أكدت أن أفريقيا تدعم حكومة الوفاق الوطني. ومع التركيز المطلق على الجانب الأمني، يخشى البعض من تحول في أولويات السياسات الدولية في التعاطي مع الشأن الليبي، ما يجعل تأمين الاستقرار السياسي في البلاد هدفا ثانويا. ذكر الكاتب طارق المجيرسي في مقال على موقع مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي أن القضاء على تنظيم الدولة يمثل أحد الأهداف التي يشترك فيها الليبيون والمجتمع الدولي، ويمكن أن يشكل حجر الأساس لعلاقة طويلة ومثمرة. فأوروبا تخشى قيام جيب متطرف على بعد بضع مئات الكيلومترات من حدودها، ومن هذا المنطلق فإن القلق من مقاتلي تنظيم الدولة في ليبيا الذين تقدر أعدادهم ب5000 شخص، ومن قاعدة التنظيم في سرت وقدرته على زيادة أعداده والسيطرة على مزيد من الأراضي يملي سياسة المجتمع الدولي في التعامل مع ليبيا. لكن ذلك يعني تحولا في أولويات السياسات في التعاطي مع الشأن الليبي، ما يجعل الأولوية السابقة والمتمثلة في تأمين الاستقرار السياسي في البلاد هدفا ثانويا. وتعرض هذه المقاربة مشروع الوحدة القومية الليبية للخطر، كما تؤدي على الأرجح إلى إثارة الخلاف بين ليبيا وشركائها الخارجيين، الأمر الذي من شأنه أن يعطل اعتماد استراتيجية شاملة لمواجهة تنظيم الدولة حسب الكاتب. في نفس الوقت اعتمد المجتمع الدولي نفس المقاربة للقطاع الأمني في ليبيا، ولم يتغير شيء رسميا، تماما كما هو الحال مع المقاربة السياسية. وما يزال الهدف الأساسي لشركاء ليبيا الدوليين تشكيل قوة أجنبية للتدريب والمساعدة. ذكر موقع مجلة جون أفريكا الفرنسية المهتمة بالشؤون الإفريقية في تقرير بعنوان الاتحاد الإفريقي ودعم فكرة تسليح حكومة الوفاق الليبية أن الرئاسة الدورية للاتحاد الإفريقي أكدت أن أفريقيا تدعم حكومة الوفاق الوطنية الليبية، وترحب باستعداد الدول الكبرى تسليحها لمواجهة تنظيم الدولة الإسلامية الذي يوسع نفوذه في هذا البلد. وقال وزير الخارجية التشادي موسى فيكي محمد، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الإفريقي عند افتتاح أول مؤتمر بين إيطاليا وأفريقيا، يستحق الوضع في ليبيا كل انتباهنا، هذا البلد في طريقه إلى التحول لملاذ الإرهاب. وأضاف محمد، نوجه دعوة إلى تحقيق السلام والوئام الوطني في هذا البلد، ونهنئ بتنصيب حكومة الوفاق الوطني. وتابع وزير خارجية تشاد، نرحب بالقرارات الشجاعة التي اتخذت في فيينا، في إشارة إلى قرار القوى الكبرى ودول جوار ليبيا خلال اجتماعها في فيينا بدعم تسليح حكومة الوفاق الوطني في طرابلس. من جهته أكد وزير الخارجية الإيطالي باولو جنتيلوني أن إفريقيا تشكل رهانا استراتيجيا لبلاده، لكنه حذر من المبالغة في التفاؤل قائلا، هناك الكثير من التحديات والمخاطر بدءا بالإرهاب. أبدأ معك سيد كريكش النقاش الكاتب طارق المجريسي في مقاله على مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي، رأى أن القضاء على ما يعرف بتنظيم الدولة هو هدف يشترك فيه الليبيون والمجتمع الدولي. في تقديرك، هل يكفي أن يكون التنظيم عدوا مشتركا لجميع الأطراف لتطويقه؟ نعم، هو يعني الفكرة التي فهمتها من المقال بأن وجود استراتيجية قصيرة المدى، لأن إمكانية تطبيق التنظيم ممكنة، فبالتالي ماذا بعد هذا التنظيم أن يطبع على هذا التنظيم؟ بعد عملية مصراتة وجدنا أن إمكانية القضاء على هذا التنظيم ليس بالصورة التي كانت تصور. ما أعنيه بأن لابد من وجود استراتيجية ما يسمى ببناء الوطن، لأن أحد استراتيجيات
محاربة الإرهاب تتحدث عن أن أسباب الإرهاب تكمن في فشل الدولة، فشل الدولة هو الذي يعطي ذريعة لبعض الناس أن يبحثوا عن دولة أخرى وعن حلم آخر. ما لم يتحقق هذا الحلم سيخرج شباب آخرون ويقولون نفس الكلام ويبحثون عن شيء آخر، ويبدأ تتداخل معهم عمليات استخباراتية ونوايا أخرى، فبالتالي نجد أن الإرهاب يستمر. لا أظن أن فكرة فقط القضاء العسكري على تنظيم الدولة نعم الاستقرار في ليبيا. نعم واضح. طيب الكاتب المجريسي قال أيضا إن القلق من التنظيم يملي سياسة المجتمع الدولي، وقد يصبح الاستقرار السياسي هدفا ثانويا. ما الأولويات الآن من المنظور الغربي في تقديرك؟ معنى هذا الكلام أن الأمم المتحدة عادة ما يكون لها أو المجتمع الدولي هناك استراتيجيتان. الاستراتيجية الأولى استراتيجية إحلال السلام، هذه استراتيجية إحلال السلام في العادة ما هي محل نقد، لأن بعد السلام ما الذي سيحدث؟ بعد القضاء على تنظيم الدولة ما الذي سيحدث؟ هل سيخف الاهتمام بالمجتمع الدولي بليبيا، فبالتالي نعود إلى نقطة الصفر من فترة ما بعد الثورة؟ بعد الثورة كان هناك نوع من الاستقرار لم يدعم المجتمع الدولي ليبيا، فبالتالي ما لم يكن هناك مقاربة شاملة فيها دعم الاستقرار، فيها بناء المؤسسات، فيها الحرص على استمرارية النجاح. لذلك استراتيجية بناء الوطن تحتفل على ثلاث قضايا أساسية، هو إحلال السلام، ثم بعد ذلك إعادة بناء المؤسسات، والأهم من ذلك كله هو الاستمرارية. نعم. طيب سيد كراكش، عذر عن المقاطعة، ولكن قبل الحديث عن مرحلة ما بعد إحلال السلام وتطويق خطر ما يعرف بتنظيم الدولة، الآن تم التوقيع على الاتفاق السياسي بين الأطراف برعاية المجتمع الدولي رسميا، ما الذي تغير على الصعيد الداخلي؟ نعم، ما يقصده يعني كي لا نخرج عن المقال، المقال يتحدث عن مقاربة شاملة، لا يعني شيء ما حدث في بيننا واحتراف الدولي، لا يعني شيء ما لم يكن هناك استراتيجية. الخطأ بأن نستمر في حل مشاكل آنية عالقة تهم هذه الدولة وتلك الدولة، وننسى أن المشكلة في الأساس هي مشكلة ليبيا تحتاج إلى يعني بعد نظر حتى يكون حلها حل كامل. لذلك هذا المقال أظنه مهم جدا أن يفهم بأن استراتيجية الحل هي الحل، بمعنى غياب استراتيجية عادة ما كان في ليبيا هو المشكلة الأساسية. نعم. طيب المجريسي اعتبر أن الفصائل العسكرية تستعرض أداءها أمام المجتمع الدولي وتتباهى بقوتها في مواجهة التنظيم وتحاول السيطرة على مناطق استراتيجية. ما الأطراف التي يميل إليها الغرب في هذه المواجهة؟ هذا تحليل يعني ذكره أكثر من واحد، يعني عملية بنيان المرصوص الآن، يعني ناس تقدم أرواحها، يعني 38 12 شخص شهيد، كل يوم نسمع عن شهداء، يعني لا أظن أن هذا كله من أجل مباهاة لأحد. لا أظن أن لما وصل تنظيم الدولة إلى يعني بوابة بوكريت، أهل مصراتة يعني تحدثوا لنا، يعني الناس خرجوا بملابسهم المدنية، يعني هذه هبة وطن ليس وراءها أي بعد من هذه الأبعاد، هذا خيال أكاديمي لا أظن أنه له علاقة بالواقع. يجب أن نحترم المجتمع المدني في مدينة مصراتة والشباب الذين خرجوا، أنهم خرجوا ليس لديهم أي استراتيجية بمعنى الاستعراضي، هذا أن يكون هناك قوتين على سرت أولا، يعني قوات حفتر لم تصل إلى سرت وهي يعني تواجدها بعيدا جدا عن سرت، يعني 200 متر أو 300 متر، فبالتالي أي تنازع وأي إظهار للمباهاة أمام الغرب هذا الذي يتحدثون عنه. أنا سمعت جيسون باك هذا محلل من كامبريدج يكتب ذلك، والآن هذا المقال وأكثر من غيره، وأظن أن هذا بعيد عن الواقع. من يعيش في مصراتة ويعرف المعاناة التي يعانيها أهلها وهم يضحون بأبنائهم، ويعني 38 عائلة في مدينة مصراتة يعني بعد أول أمس، يعني هذا نعم بعيد. وصلت فكرتك بعيد. في هذه النقطة، يعني في سياق الحديث عن الدعم الدولي، مجلة جون أفريك الفرنسية ذكرت أن الاتحاد الأفريقي يدعم فكرة تسليح حكومة الوفاق. كيف تقيم الموقف الأفريقي من الأزمة؟ نعم، هو الآن يعني قوات الأفريقا يعني تصريحاتها واضحة بأن هي مستعدة للدعم ومستعدة للتصرف في ليبيا، وكذلك يعني الاتحاد الأفريقي أصبح الكل الآن بعد اجتماع فيينا الحقيقة البوصلة توجهت بوضوح نحو المجلس الرئاسي. الآن على المجلس الرئاسي ألا يخطئ نفس الأخطاء السابقة بأن يكون هناك حرص يعني استراتيجية موجهة للخارج واستراتيجية موجهة للداخل، الخارج الحفاظ على هذا الدعم من أجل استقرار الوضع الداخلي وليس من أجل أن يكون هناك يعني منافسة داخلية.
الافريقي والقوات الافريقيه الان مستعده يعني في تقارير صدرت بذلك للدخول في ليبيا، كذلك بالتعاون مع قوات الناتو. الكل ينتظر في الاليه التي يمكن ان يتم فيها دعم المجلس الرئاسي. المجلس الرئاسي سيقدم قائمه باهم الاسلحه النوعيه التي يحتاجها في حربه ضد تنظيم الدوله، ثم بعد ذلك تقر من مجلس الامن. بعد قرارها من مجلس الامن توضع خارطه تمام، خطه عمليه فيها كامله لعملية تحرير مدينة سرت وإحلال السلام. نعم، وصلت فكرتك سيد كريكش، ابقى معنا. وأنتم مشاهدين تجهة الصحافة ما زال متواصل. يعد تصاعد تدفق اللاجئين والمهاجرين عبر المتوسط في هذه الصائفة وامتداد الخطر الذي يمثله ما يعرف بتنظيم الدولة من أبرز العوامل التي تؤرق المجتمع الدولي، وهو ما حدا ببعض الدول الغربية إلى رسم استراتيجيات لتطويق هاتين الظاهرتين عبر إرسال قواتها الخاصة لدعم بعض الجماعات المسلحة التي قدمت نفسها على أنها قوة رادعة للتنظيم في ليبيا، وهو ما قد يهدد وفقا لبعض الخبراء مسار المصالحة ويجعل طريق العودة إلى الاستقرار بعيدا. أبرزت صحيفة The Guardian في افتتاحيتها أن الليبيين هم أول ضحايا عدم استقرار الدولة الليبية وعدم توحدها منذ الإطاحة بنظام القذافي، وقد يؤثر ذلك في أوروبا أيضاً. وإذا لم تجد ليبيا وسيلة للخروج من الوضع الفوضوي الراهن، فهناك شيئان من المرجح أن يحدثا: تصاعد تدفق اللاجئين والمهاجرين عبر المتوسط خلال هذه الصائفة، وترسيخ تنظيم الدولة لموطئ قدم له في البلاد، ومحاولة شن هجمات في المنطقة وخارجها. لذلك من الجيد أن الاهتمام الدولي تزايد بليبيا بعد أن كانت موضوع اجتماع دولي عقد هذا الأسبوع في فيينا، ولكن السؤال يبقى: ما إذا كان سيؤدي هذا التركيز إلى اتباع استراتيجية صحيحة؟ وبينت The Guardian أن المخططات الغربية في 2011 تعثرت ليس فقط بسبب عدم وجود تخطيط لمرحلة ما بعد الصراع، ولكن بسبب المخاوف الليبية من الظهور في مظهر الخضوع للسيطرة الخارجية، ما يجعل أي تكهنات بخصوص تدخل جديد محتملاً أكثر. ذكرت الصحفية بالمجلة الفرنسية الإكسبريس كاترين جويسي في تقرير بعنوان الأخطاء التي لا يجب تكرارها في مسألة رفع حظر الأسلحة عن ليبيا، أن الخبير الدولي في الشأن الليبي ماتيا توالدو حذر من تعبير القوى الدولية عن استعدادها لرفع حظر تصدير الأسلحة على حكومة الوفاق الليبية لتمكينها من مواجهة داعش، وذلك بسبب تواصل حالة الفوضى في ليبيا. ويقول الخبير بمجلس أوروبا للعلاقات الدولية والمختص في الشأن الليبي توالدو: أرادت القوى الليبية توجيه رسائل سياسية لحكومة فايز السراج، ورفع حظر تصدير الأسلحة مرتبط بطلب رسمي من السلطات الليبية، ويجب أن يتم درسه وفهم تبعاته، وهو ما يتطلب وقتا طويلا. وبخصوص قدرة السلطات الليبية على السيطرة على مسالك توزيع الأسلحة في صورة رفع الحظر، يقر توالدو ألا شيء يضمن ذلك، مضيفا: يجب أن يكون هناك الحد الأدنى لجهاز عسكري موحد، فمن المنتظر أن ينضم الجنرال مهدي البرغاثي إلى حكومة الوحدة، وهو الرجل الذي يحظى بثقة العسكريين في بنغازي. وبخصوص تعامل الغرب مع الأزمة الليبية، يقول الخبير الإيطالي: أشعر أن الدول الغربية تدعم حكومة السراج، لكنها في المقابل تعمل لوحدها في وزارات دفاعها سعياً لإرسال قواتها الخاصة لدعم الجماعات المسلحة في ليبيا، بينها قوات حفتر، ما يفخخ مسار المصالحة الضروري الضامن لعودة الاستقرار. سيد كريكش، أبدأ معك المحور الثاني. صحيفة The Guardian رجحت تصاعد تدفق المهاجرين عبر المتوسط وترسيخ ما يعرف بتنظيم الدولة لموطأ قدم له في البلاد إذا لم تخرج ليبيا من الفوضى. كيف تظن تعامل الغرب مع هاتين النقطتين؟ هو الآن قضية الهجرة غير شرعية قضية حتصبح قلقة جدا بالنسبة لأوروبا، لأن الاتفاق الأوروبي التركي الذي وقع الأشهر السابقة الآن فيه إمكانية على حسب وول ستريت جورنال إمكانية أن ينفض هذا الاتفاق، فبالتالي لو حدث أي خلل في هذا الاتفاق سيكون عدد المهاجرين يتضاعف إلى أوروبا. يعني أقول بأن مسألة الهجرة غير شرعية حسب بعض الاستراتيجيين يتحدثون عن إمكانية أن ينحل الاتحاد الأوروبي، ينحل الاتحاد الأوروبي بعد خروج بريطانيا، ثم يصبح
أزمة مالية في أكثر من دولة، لأن نعرف أن بلغاريا، رومانيا، اليونان هي نفس تقريبا اقتصاد تركيا، وبالتالي يصبح الضغط كبير. فإذا كان زدنا على ذلك مسألة تنظيم الدولة، فأوروبا في خطر حقيقي. لذلك صانع القرار الاستراتيجي في أوروبا الآن يبحث بأي وسيلة عن استقرار في ليبيا. الإشكالية الآن هو أن يكون كل طرف لا يوحد المقام ولا تكون نغمة واحدة في التعامل مع ليبيا. حاول اجتماع فيينا وأظن أنه وصل إلى حلول في هذه القضية، بأن اتفق الجميع على دعم حكومة واحدة هي حكومة فايد السراج، وبالتالي رفع نعم الحظر على الأسلحة عليها نعم بالقانون الأساسي. واضح. طيب، ذا جارديان أشارت أيضا إلى تعثر المخططات الغربية في 2011. في الوقت الحالي، هل لدى الغرب أي استراتيجيات لحل الأزمة، أو أن عملهم يقتصر على إدارتها في تقديرك؟ نعم، هو للأسف هو الآن هذا يحتاج إلى وعي من المجلس الرئاسي وليس من المجتمع الدولي. الآن ما يطلب من المجتمع الدولي هو الذي سيحدد. يعني لما تتحدث قائمة تطلب أسلحة، يعني شاهدنا مثلا للأسف يعني في الفترة الماضية هو طلب الأسلحة. يعني كل الحديث عن يعني إبراهيم الدباشي في الأمم المتحدة، في مجلس الأمن، مجلس النواب، كلهم يتحدثون عن السلاح، وكأن المشكلة هي مشكلة جيشان يتقاتلان وانتهى الأمر. إذا كان طلبات المجلس الرئاسي جاءت من استراتيجيه موحده لهذا المجلس، بمعنى ان يطلب كما يطلب اسلحه، يطلب خبرات، يطلب دعم مؤسسي، يطلب الطرق اللي يمكن ان نتعامل بها مع المشاكل ما بعد الصراع، كقضايا نعم الامنيه وقضايا السلاح وقضايا الطبيه التي يعني تنتشر الان بعد الصراعات، في اربع قضايا اساسيه هي قضايا العدل وقضايا السلاح وقضايا الطب وقضايا النفسيه. كل هذه القضايا تؤخذ كحزمه واحده تطلب من اجل الامن لكي يستفيد منها الليبيون ويصبح الليبيين ويصبح هذا الامر في ضمن استراتيجيه كامله. اما اذا كان الطلب هو فقط مجرد سلاح وغيره، فكما قال جون كيري يعني في ليبيا من السلاح ما يكفي، فبالتالي يكون هناك دعم ذكي لليبيا. هذا يعتمد على ذكاء المجلس الرئاسي وفهمه للمشهد. نعم، واضح. طيب، في نفس السياق وبالحديث عن قضية السلاح، الصحفية كاترين غويس اهتمت في تقريرها بعدم تكرار الأخطاء في مسألة رفع حظر الأسلحة. ما قدرة حكومة الوفاق على السيطرة على مسالك توزيع الأسلحة؟ هل تملك أي ضمانات في تقديرك؟ هي الآن يعني على الأقل في المنطقة الغربية يمكنها أن يعني تحسن التعامل. هناك دعني اقول بان حوالي 80% من قدرات الجيش الليبي هي اصلا موجوده في الغرب من ايام القذافي، يعني بمعنى القواعد، السلاح، الكتله البشريه. اذا كان استطاع ان يثبت المجلس الرئاسي ذاته او نفسه في حرب سرد، واستطاع ان يمد جسور التوافق مع الجميع، فالمهمه ستصبح سهله. لكن ضغط نفوذ على دوله كليبيا سيعترض عليها يعني المنطقه الشرقيه والمنطقه الجنوبيه. المسألة تعتمد على قدرة المجلس الرئاسي على إثبات ذاته، والحقيقة القبائل الليبية أن تكون في المنطقة الشرقية لها قدرة على قول كلمتها على كل من يريد أن يمنع الاستقرار على من ليبيا، وأن يكون هناك حوار حقيقي. يعني الآن مرحلة حوار الطيران كانت حوار سياسي، الآن أصبحت مرحلة لقيادة حوار مجتمعي على الأقل يضم الجميع تحت قيادة واحدة، بغض النظر الآن عن الرضا عن هذه القيادة أو عدم. المهم أن يكون هناك وحدة مؤسسات نعم تكفل الحد الأدنى من بقاء الدولة الليبية. ننتقل بهذا إلى المحور الثالث والأخير، ابقوا معنا. يحظى خيار جمع المؤسستين النفطيتين بترحيب أممي واسع، باعتباره سيمكن حكومة الوفاق الوطني من السيطرة على العائدات النفطية بعد أن عبرت السلطات في طبرق عن استعدادها لإيصال النفط إلى مصافي طرابلس، وهو قرار من شأنه أن يقضي على سلسلة طويلة من الخلافات بين المؤسستين ويساهم في انتعاش نسق الإنتاج وعائداته وفقاً لبعض الخبراء. ذكر موقع راديو فرانس انتر في تقرير أن الفرقاء الليبيين اتفقوا على توحيد المؤسستين النفطيتين حسب ما أكده وزير الخارجية في حكومة الوفاق الليبية بمناسبة اجتماع فيينا، حيث يلقى خيار جمع المؤسستين النفطيتين ترحيباً أممياً واسعاً. وإذا ما تم تطبيق الاتفاق المبدئي بين حكومة الوفاق في طرابلس وسلطات طبرق، فسيكون لليبيا مؤسسة نفطية واحدة ومقرها طرابلس. ومن المنتظر أن يمكن هذا الاتفاق حكومة طرابلس من السيطرة على العائدات النفطية، حيث عبرت سلطات طبرق عن استعدادها لإيصال النفط إلى مصافي طرابلس. ومع فتح موانئ راس لانوف والسدرة وطبرق أيضاً، سيعود نسق إنتاج النفط الليبي إلى مستويات جيدة.
سيد كريكش، بداية، موقع فرانس انتير في تقريره تحدث عن اتفاق المؤسستين النفطيتين، وهذا آخر تطور في قطاع النفط. ما الآلية التي تحافظ على وحدة العمل بينهما وبالتالي اقتناع الأطراف بالاستمرار رغم هذا الانقسام في تقديرك؟ نعم، هو هذا أحد ثمرات يعني اجتماع فيينا، هو بداية توحيد المؤسسات، وهذا جيد يجب أن يذكر. وأظن أن المؤسسة الوطنية النفط ليست بحاجة إلى كثير من العمل، لأنها يعني بالفعل مؤسسة، لأنها لا يمكن التعامل مع في النفط مع شركات عالمية وتحويل أموال وشركات ائتمان وغيرها بدون وجود مؤسسة. فنحن يعني المؤسسة الوطنية النفط أظنها ستمضي، لكن الآن المخاوف الحقيقية يعني حسب بعض التقارير بأن زيادة إنتاج ليبيا النفط سيؤخر يعني سيؤثر على أسعار النفط العالمية، بمعنى أن يكون هناك زيادة في المعروض، فبالتالي ينقص السعر أكثر ما هو ناقص الآن في العالم. فأظن على حسب المتحدث باسم الباقة في الجمهورية الألمانية يتحدث يقول بأن إمكانية نقص الأسعار الآن بعد أن يتعافى النفط الليبي، أخشى ما أخشى أن يكون هناك بعض من يحاول أن يربك هذا المشهد حتى لا يفسد أسعار النفط في ارتفاع، فبالتالي المعادلة الإقليمية الآن ستدخل بقوة. وأظن أن الرابط بين المعادلة الإقليمية وهذا الموضوع الذي ذكرت، توحيد مؤسستين وطنيتين النفط، سيكون جيد إذا لم تتم سفح يد السياسة وأن تمضي يعني المؤسستين. طيب سيد كريكش، وفقا لفرانس انتير فإن السلطات في طبرق عبرت عن استعدادها لإيصال النفط إلى مصافي طرابلس، كيف تقرأ هذا المؤشر؟ نعم، هذا مؤشر جيد جدا، يعني بمعنى أن الضغط الدولي الآن أصبح يؤتي ثماره وأن هناك استجابة، ومعنى ذلك أن هناك يعني قدرة على يعني على الوصول إلى حل مع مصر، جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات بدعمها للمنطقة الشرقية وكذلك روسيا، لأن روسيا يعني تدعم في المنطقة الشرقية وتحاول أن تحدث ربكة حتى في أسعار الدولار، لأن سمعنا أن هي ستطبع حوالي 4 مليار بما يعادل 4 مليار دولار للمنطقة الشرقية. طبعا كل هذا إذا اتحدت المؤسستان وصار في هناك سيولة ليبية تدخل إلى مصرف ليبيا المركزي بعد توحيد مصرف ليبيا المركزي، فهذا إنجاز كبير جدا، سيرغم مع الوقت كل من يريد أن يربك المشهد الليبي بين الشرق والغرب أن يدعن الإرادة الدولية، خاصة إذا صدر قرار من مجلس الأمن. فنحن إذا يعني ما يعني اتفقنا جميعا على أن ندعم على الأقل في المستوى المتوسط المجلس الرئاسي لإحداث حالة من الاستقرار والتوحيد المؤسسي، فبعد ذلك سننتقل إلى مستوى أفضل من الوصول إلى الحالة المثلى التي نريد عليها ونصل إليها بإذن الله. أشكرك، وصلت فكرتك. وصلنا مشاهدينا إلى نهاية حلقة اليوم، أشكرك ضيفنا عبر سكايب من اسطنبول مدير مركز بيع للدراسات نزار كريكش، شكرا جزيلا لك. كما ننوه مشاهدينا إلى أن هذا البرنامج يتم إنتاجه بمعاونة المرصد الليبي للأعلام، أشكركم على كرم المتابعة، في أمان الله.